طيب هسه احنا بدنا نشرح انه احنا شلون نقدر نسوي التقديم مال الواجب واني مشتغل بالحاسبه مالتي. اوكي، قلنا مثلا هذه موجوده، يعني هذه احنا هي بالحاسبه بس طالقين لها احنا صوره، ماخذين لها صوره بالتليفون. فمثلا هنا اسماء الـ اسماء الريكوردز او اسماء الفيلدز هاي الحقول انا ما اشوفها، فهذه حتى شلون اتخلص من عندها؟ لنفرض انه هي هذه قاعده في البيانات، او هذا هو الواجب اللي انا مسويه بالحاسبه واريد اني ادزه للصف. فشو اسوي؟ اروح على هذه اللي هي موجوده عندكم بالكيبورد، انتم قلنا راح تكون موجوده لي فوق، تمام؟ اللي هي البرنت سكرين. شنو برنت سكرين؟ برنت يعني طباعه، سكرين شاشه يعني اطبع لي الشاشه، مثل ما تسوون السكرين شوت مالتكم مالت التليفون، مو تاخذون صوره لل يعني لواجهه التليفون، هذه كانما انتم تسوون صوره واجهه الحاسبه. فاجي شو اسوي اول مره؟ ادوس البرنت سكرين، اوكي هسه انا دستها بس كل شيء ما صار، صحيح؟ نعم نعم دكتور. تمام، ورا ما انا ضغطت عليها دستها وين اروح؟ اروح على برنامج البينت او البينت 3D اذا انتم عندكم الويندوز 10. اوكي، انا راح اروح على برنامج البينت، او قلنا احنا بينت 3D اذا انتم عندكم الويندوز 10. اجيت انا على برنامج البينت، فتحت هذا الرسام، تمام؟ كنترول V. ليش أنا أريد أسوي لصق؟ Control V أسوي لصق. شنو شفتوا؟ شنو إجى؟ شوفوا إجت كل الشاشة حتى وياها هذا الكيبورد. مشان إحنا موجود عندنا الكيبورد وإحنا دسنا البرنت سكرين، شوفوا أنا ياد الكيبورد مالتي هذا الكيبورد، تمام؟ فايش سوت؟ إيش سوت؟ إجت أخذت اللي كل الشاشة. اوكي، كل الشاشه اخذت لها سكرين. اوكي، وانا جبته وين خليته؟ خليته وين؟ هنا بالبينت. زين، وراها شو اسوي؟ راح اسوي من الفايل، هذه فايل سيف، او هاي السيف اللي موجوده هنا. اوكي، بس يعني اذا اسوي له سيف شنو راح يصير؟ راح يخزنه، راح يخزنه بنوع الصوره الافتراضية مالته، أنا ما أريد هذا الشيء. وين أروح؟ أروح على السيف أز وأحفظه بشكل صورة جي بي جي. أوكي؟ أختار يعني أروح على السيف أز بعدين أقول جي بيك بيكتشر، وراح أعطيها اسم مثلا هذا هو واجب قواعد البيانات مثلا واحد، حتى أنا أعرفه، أو اللي إحنا شنو كان واجبنا اللي هو التصميم قاعدة بيانات، تمام؟ واختار المكان اللي انا وين اريد اخزنه. قلنا احنا الافضل انه انا مثلا اجي مثلا الدي اي الى اخره، اسوي لي نيو فولدر وهذا اكتب عليه واجبات. اجي ارتب، تتذكرون قلنا ما نجي نجيب المسواق ومقشره، لا، اجي اسوي لي فولدر اسميه واجبات، وداخل هذا الفولدر الواجبات اسوي لي فولدر ثاني اسميه قواعد البيانات. اوكي، سويت قواعد البيانات. مثلا راح اقول اني ناديه، وهذا هو تصميم قاعده البيانات اللي انا سلمته ب 7/1/2021، وراح اقول له سيف. زين، هسه اذا اروح انا على الدي، اذا اروح على الدي واروح على اللي هو الواجبات واروح على قواعد البيانات، هي هذه الصوره، تمام؟ هاي هي الصوره مالتي اللي انا راح اجي اسلمها كواجب. زين، لنفرض انه انا اريد اعدل عليها، بس خلينا نشوف انه اجا ويانا. لنفرض اني مثلا اريد اعدلها، زين، اريد اقص مثلا هذه الرتوش الى اخره،
تقدر اني افتحها اقول له اوبن اذا عندكم مايكروسوفت بيكتشر مانجر، هذا هو المفروض يجي ويا الاوفيس، ينزل هو عندكم ويا الاوفيس، فاني اقدر اختاره اوكي واسوي اديتنج تحرير للصوره واختار الكروب القطع اوكي الاختصاص، فاختار هذه واجي اني اجي مثلا اسوي الحدود بس اللي اني اريده، مثلا هذا اني ما اريده، هذا مثلا ما اريده على هالشكل، يعني انا اخليه الاشياء اللي اني اريدها اوكي، فقط ما اريد اني هذا الكيبورد خلاص، راح اقول له موافق واقول له زي هسه اذا انا حطيت في هذا ارجع على الصوره مالتي اللي انا كنت خازنها هنا، راح تشوفون من تحت راح تكون هي هاي اللي انا قطعتها، هاي الصوره بعدين ارفعها للصف، وعمليه رفعها للصف انتم تعرفوها تمام. ما دبرتوا انه انتم تقطعوها بهالشكل هذا هم ماكو مشكله، ماكو مشكله، يعني اذا ما عندكم مثلا اذا ما عندكم الاوفيس مانجر بيكتشر مانجر ماكو اي مشكله، تقدرون حتى بالبينت تسوي لها اقتطاع، بس شنو شويه تكون مزعجه، ليش احتاج انه اني اختار السلكت هذه، يعني انا مو جبتها يعني ايش، خلينا نرجع نسوي لنا واحده جديده، شوفوا ثاني راح اسوي كنترول في باعوا هي نفسها، لان انا ما سويت شيء ثاني كنترول سي، بقت هي مخزونه عندي، فاني مو جبتها لازم شو اسوي؟ هذا اطفيه اوكي وارجع اشغله من جديد سلك، واجي اختار هالشكل فقط اللي انا اريدها، هالشكل اختارها زين، وراها هاي اللي انا اختاريتها راح اسوي لها كوبي وافتح واحدة جديدة، هذه ما اريد اخزنها دونت سيف، واجي هنا أنا اقول له بيست، جتي فقط اللي اني اقتطعتها، فهسه راح اسوي له اني سيف از وجي بيج، وراح اقول له هيا هذه بس هذه انطيني نسخة معدلة اوكي، نسخة اوكي يعني واحده جديده، فخلص ثاني اذا اروح هنا انا راح اجيب اني شنو، انا عندي اثنين، عندي هذه النسخه المعدله اللي هسه احنا سويناها اوكي، هذه اللي احنا يعني خليناها وقطعناها وبعدين يلا عدلناها، واضح؟ واضح ست. واضح دكتور، واضح ست.